حاجات طيب جميلة جدا يعني. الفنان تامر حسن هو مهندس معماري وفنان نوبي ومصور فوتوغرافي محترف، وبيعتبروه في النوبة كنز من كنوز النوبة، وشارك في مسابقات كتير وأعمال جداريات وأعمال تصوير ومعارض فنية، وهناك بيعتبروا الفنانين الحقيقيين علامة مميزة للدفاع عن النوبة، الدفاع عن الأرض، الدفاع عن القيم، الدفاع عن المبادئ، الدفاع عن الأهل اللي موجودين، الدفاع عن حاجات كتير جدا، وتخليد كمان التراث والتاريخ. وأعتقد مفيش حاجة بتخلد التاريخ أكتر من الصورة، صح؟ بالظبط. طب امتلكت كاميرا إمتى وابتديت إن أنت تصور؟ والله انا بصور من زمان جدا، اصلا قسم عماره عندنا في الكليه يعني لازم يبقى ليكي سنس في التصوير، يعني كل شغلنا مشاريع وبننزل نصور وكده. فمن قبل الكليه بقى، انا من يمكن قبل اعدادي او يمكن ابتدائي كمان، كنت بدأ من السمره يعني حته الكاميرا كان في معاك ايدي دي. الكاميرا بقى القديمة دي اللي هي لا العاديه جدا، انا بدأت من اول اختراع الشكل العادي للكاميرا، يعني من اول زمان كان عندنا الكاميرا ال 24 العاديه بتراك دي، كانت اول حاجه. وبعد كده الكاميرات في نزلت كاميرا كانت بتنزل الصور في نفس الوقت او بس دي بتدي بتحمض. كواليتي مش عالي شويه يعني، طب انت دي بتعرف سريعه. تحمض الصور؟ لا اتعلمت ولا لا لا؟ تحميض، اصل بعد شويه جت طفره الديجيتال بقى، خلاص الموضوع كله ديجيتال، وتاخدي الكارت تطبعيه في اي حته. طيب ايه اصعب موقف اتعرضت له وانت بتصور، وخاصه ان التصوير في الشارع مساله مش سهله؟ والله مش اصعب موقف، ده كل مواقف يعني. انا مثلا سافرت الصين صورت صور مهوله يعني، من اول ما نزلت من الطياره لغايه ما رجعت محدش قال انت بتعمل ايه ايوه هنا في بلدي. للاسف يعني رغم انها بلدي من حقي ان انا اصور كل حاجه حلوه فيها، تيجي تصور اي مكان يقول لك انت بتصوري ليه، انت بتعمل ايه، طب انت معاك تصريح ولا لا، طب معاك حامل تدفع عليه فلوس، انا عايز الله، اعرف الحته دي ليه. الصور بتاعتك جميلة قوي، انت بتهتم قوي بالابعاد والاضاءة في في حاجات هنا تلاقيها حاجات نوبيه، في هنا طرازون، في هنا ده حاجات ايه؟ عن الندوه النوبيه، كان في ندوه العماره النوبيه، فتلاقينا حاجات كتير قوي ليها علاقه بالبيوت النوبيه. ايوه وفي صوره تيجي بعد شويه بقى صور طبيعيه عاديه جدا، دي اكلات نوبيه برضو مجمعها كده في لقطه واحده. ده ده معرض جداريه، خاص للنوبة ولا ايه؟ دي جداريه على متحف ابو سمبل هنا، دي بتحب الصوره لسه انت اول تصور امبارح الكي واخدها، بس مش انا مصورتها، حد بعتلي على الفيس ازاي بيفطروا بره في الشارع عشان يبقى في تعاون، يعني الفطار ما يبقاش جوه البيت في النوبه، حد كان لسه بعتلي على الفيس. دي ملهاش علاقة بمائدة الرحمن، لا هما بيفطروا هم كأهل كلهم بيفطروا في كده عشان ما الشوارع. حدش يبقى فيه احراج، لو حد ماشي يقعد ياكل بنسميه عندنا ديش بارتي. تقريبا حاجه شبه كده بالظبط يعني. في طيب هناك موضوع الاجتماعيات عالي جدا، دي الله، حاجات بقى يا ريت يبقى النيل موجود ده في مصر في حاجه اماكن كويسه جدا جميلة. يعني. ده ايه دي الازرق كلها الجميل ده؟ اسوان طبعا، النيل بقى هناك طبعا احلى الله. منظر ممكن تاخديه في مصر النيل هو في اسوان طبعا. النيل هناك لا يلوث تماما، النيل حاجه مقدسه جدا، صعب جدا النيل يتلوث في اسوان، مفيش حاجه اسمها يرمي فيها حيوانات نافقه او يعمل فيها اي حاجه تاذي النيل او يعمل صرف على الله، النيل، ده مش موجود. يعني انت انا دي النوبه القديمه بقى، دي الحته دي يعني بعد ابو سمبل كده، دي النوبه القديمه نفسها، دي لقطات بقى من حفلات نوبيه. طب هل انت مزود الوان ولا دي الوان لا لا طبيعيه؟ دي ممكن بقى على الفوتوشوب، بس بعمل كونتراست ازود يعني، اعمل شويه حفاظ على الالوان بس، لكن دي كده زي ما هي بنفس المنظر. طيب انا يمكن شفت، انا بحب جدا البر الغربي في الاقصر، والقرنه القديمه طبعا شفتها قبل قرنه حسن فتحي، ايوه بالظبط. وهناك حضرت السمبوزيوم ده كان كله فنانين بقى من اسوان كل من كل التاني ده العالم، بتاع النحت وفي ناس بتعتمد على المناظر الطبيعيه وفي ناس بتعتمد على صور. هل جميل. في ناس اعتمدت على الصور بتاعت تامر حسن علشان ترسمها هو انا في ناس حولوها زمايلي لفنون معايا يعني تشكيليه؟ بيحبوا دايما يبقى في كادر عاجبهم جدا، بيستأذنوني بياخدوه بيصوروه، ويبقى الموضوع لذيذ جدا يعني، بياخد الكادر يحوله لشغل زيت او فحم طب او أهم خشب. صورة صورتها في حياتك؟ والله في صورة هتيجي بتاع جدتي لو جت الله يرحمها، الله يرحمه. لما بحطها في اي معرض الناس كلها بتنجذب ليها، رغم انها كانت معمولة بالصدفة صورتها وكان معاها مجموعة ناس، بس بعد كده لما توفت قربت عملت كروب عليها كده في الفوتوشوب وطبعتها، وممكن تيجي دلوقتي نشوفها. مميزة جدا يعني، اي معرض بخش بيها دايما بحطها معايا. دي حاجات بقى في اسوان نفسها، جزيره سهيل والحته بتاع غرب اسوان، هنلاقي هناك الطبيعه مختلفه يعني، هتلاقي جبال وخضره وصخور، فالموضوع مع المايه اللون الازرق، فتلاقي الدنيا هناك يعني في تجانس مش طبيعي. دايما سؤال بيشغلني ككاتبه، احنا لما بنالف قصه او نكتب مقال بيبقى حقوق النشر محفوظه، تمام. بيبقى في بنك افكار وفي جهات معينه تقدر انت توثق فيها افكارك، الصور بتحافظ عليها ازاي؟ وانا الفتره الاخيره على الفيس لما بقيت احط صور كتيره بقى كتير قوي ليها موجوده في اماكن، فبقيت اعمل ستامب ليا كده وخلاص، كتبت الاسم وبقى موجود، بس انا بفرح لما الصور موجوده في اي لكن حته مفيش حاطط الاسم مشكله. بتاعك؟ بقيت احطه دلوقتي على طول يعني، طبعا انا لكن بحييك و مفيش مشكله لاي حد ياخد الصور يعرضها، انا نفسي الناس تتفرج على مصر يعني، مصر جميله جدا يعني. ان شاء الله اجي اصور معرضك هنا في مصر. اول معرض امتى؟
هو في معرض قريب في قصر ثقافه الغوري ان شاء الله، يمكن في رمضان يعني. ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله نلتقي في حلقه تانيه خاصه جدا مع الفنان تامر حسن. بشكرك جدا في نهايه اللقاء، ونورتنا وشرفتنا، واهلا بكل اهل النوبه طبعا كلهم عباقره وفنانين. بشكر كل الساده المشاهدين، سعدت بيكم، ونلقاكم على خير ان شاء الله السبت الجاي الساعه 3. شكرا والى اللقاء.